هنروح لخبر محلي كده، خلاص خلصنا اخبارنا جوه النادي الاهلي، هنروح لاخبارنا المحليه. قرعه كره اليد زي ما قلت لحضراتكم كانت هتبتدي من 9 من 19 وتخلص 29 يناير. كره بطوله افريقيا كره اليد القرعه بتاعتها زي ما قلنا لحضراتكم الحلقه اللي فاتت هتبتدي يوم 19 يناير تخلص 29 يناير. تم تعديل الموعد خلوه 17 يناير تخلص 27 يناير، يعني عملوا شيفت بدري يومين. ده طبعا كان الهدف منه عشان تعارض مع مباريات كره القدم والحاجات دي وبتاع، بحيث انه يدي للبطوله زخم، وده مش عيب، انت عايز الجمهور يحضر فما تخيروش من كره القدم ولعبه ثانيه عشان يجي لك اقبال جماهيري كويس. خلينا افكر حضراتكم بالمجموعات، ومصر وقعت في انهي مجموعه. المجموعه الاولى كاب فيرتا والراس الاخضر والكونغو الديمقراطيه وزامبيا ورواندا. المجموعه الثانيه مصر غينيا الكاميرون كونغو برازافيل. المجموعه الثالثه المغرب الجزائر الجابون ليبيا. المجموعه الرابعه تونس انجولا نيجيريا كينيا. والغالب كده بالتحليل اللي احنا كنا قلناه قبل من حلقتين انه مصر في سكتها تونس في قبل النهائي، هي جت القرعه كده. طيب اصحاب المراكز الاولى هيتاهلوا على طول لبطوله العالم اللي جايه واللي هتكون في بدايه سنه 25 في كرواتيا والدنمارك والنرويج، ثلاث دول اللي هو بقى ايه الدول مش عارف بيسموها اسكندنافيان ولا ما اعرفش بيسموها كده، اللي هم الثلاث دول كرواتيا الدنمارك النرويج، ثلاث دول جنب بعض هي تنظم بطوله العالم. طيب مين اخر حامل لقب اخر نسختين في امم افريقيا بعد فوزه بنسخه تونس 2020؟ المنتخب مصر. منتخب مصر حامل لقب اخر نسختين، وكان منتخب تونس اخر بطوله حصل عليها 2020. بس الجيل ده لا، مصر فرقه، يعني مصر احنا هنتكلم ان شاء الله باذنك يا رب في 6-7 بطولات افريقيا مصر هتحصل على البطوله. وخليني اقول لكم معلومه بس سريعه كده عن المجموعه الاولى. الراس الاخضر دايما بنسمع الراس الاخضر الراس الاخضر الراس الاخضر دي جزيره في اقصى غرب افريقيا قصاد السنغال، بلد صغيره جدا جدا. ليه انا بقول؟ لان كاب فيرد الحقيقه شافت طفره كبيره في الرياضه الفتره الاخيره، خاصه في كره السله. كره السله عاملين شغل كبير وليهم لعيب بيلعب في الام بي اي، لعيب جامد. فرواندا سوري كاب فيرد هي جزيره وانت نازل بالطياره كده شايف حدودها. ولعيب تاني بيلعب في ريال مدريد في الباسكت. انت عندك الجزيره وانت نازل بالطياره انت شايف الجزيره كلها. فجزيره صغيره قوي. وكانت هي هناك المهنه الاساسيه ليهم او اللي عايشين عليها السياح، ما عندهمش موارد لانها جزيره صغيره جدا جدا. فالحقيقه بس عندها سياحه شاطئيه حدث ولا حرج، ومناظر خلابه في الجزيره جامده جدا. وانت نازل بالطياره بتلاقي الدوله او الجزيره كلها على الشط اوتيلات على البحر. فالحقيقه يعني انا حبيت اقول ايه، ان في دول افريقيه بالرغم من صغر مساحتها ومن زي رواندا ومواردها قليله، بس على الرياضه حطت نفسها بشكل قوي. عندنا كاب فيرد النهارده بنقول اسمها في كره اليد في الباسكت، وبتوصل كمان في النهايات في كره السله. لا النهارده في طفره رياضيه في هذا البلد الافريقي الصغير.